أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. في الصحافة المحلية، موقع المصدر أونلاين يسلط الضوء على سلوك الحوثيين في تفكيك النسيج الاجتماعي وزرع الكراهية والتعصب. في الصحافة العربية، موقع الشرق الأوسط يتحدث عن استباق الحوثيين موسم العيد بفرض جبايات على المواشي. دولياً، موقع وكالة بلومبرغ يشير إلى الخسائر الباهظة في الاقتصاد العالمي وتعطل طريق شحن دولي حيوي حال حدوث تسرب نفطي لسفينة صافر. أهلا بكم. تناول موقع المصدر أونلاين تقريراً عن خطورة تهديد ميليشيا الحوثي للنسيج الاجتماعي وخلق الصراعات البينية، وأشار التقرير إلى ممارسات الحوثي بنشر الكراهية بين اليمنيين وتمزيق اللحمة الوطنية. وأشار الموقع إلى إجبار ميليشيا الحوثي للأسر اليمنية على التبرؤ من أبنائها لاختلافهم سياسياً وفكرياً عن الجماعة. وأضاف بأن ظاهرة تفشي قتل الأقارب وصلت خلال العام 2021 إلى 180 حالة قتل مقارنة بعام 2020 والتي كانت 115 حالة قتل، ويعود ذلك للتعبئة الخاطئة التي تنشرها ميليشيا الحوثي ضد المجتمع. وبحسب الموقع، فإن ميليشيا الحوثي تسعى لإذكاء الصراعات والخلافات في المجتمع لتفريغه من طاقته وإنهاكه ثم السيطرة عليه. وأضاف بأن جوهر الفكر الحوثية يقوم على أسس عنصرية، وهذا يحفز الصراع المجتمعي ويعيد فرزه على أسس طبقية تتصادم مع قيم الدين ونصوص القانون والدستور. تحدث موقع اليمن عن معلومات أكدت اختطاف الحوثيين لآلاف النساء اليمنيات منذ إسقاطها للعاصمة صنعاء وحتى اليوم. جاء ذلك في ندوة حقوقية نظمتها الرابطة الإنسانية لحقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان. وبحسب الموقع، فإن ميليشيا الحوثي اختطفت 1714 امرأة خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، بينهن 504 مختطفات في السجن المركزي في صنعاء و291 يواجهن إخفاء قسريا في سجون سرية. وأضاف بأن الحوثيين أصدروا 193 حكماً غير قانوني ضد نساء بتهم التجسس وشبكات الدعارة وما يسمونها بالحرب الناعمة. وأوضح الموقع بأن التقارير الدولية والأممية أكدت على أن الحوثيين مارسوا انتهاكات ضد النساء تمثلت بالإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والتحرش الجنسي. وأضاف بأن المشاركين في الندوة طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفات ووقف كافة الانتهاكات بحق النساء. تناول موقع وكالة خبر معلومات أفادت تعليق المجلس الطلابي الدراسة في كلية العلوم بجامعة حضرموت. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع المجلس الطلابي بكلية العلوم بجامعة حضرموت. وأشار الموقع إلى أن ارتفاع كلفة مواصلات نقل الطلاب من وإلى مدينة المكلا وارتفاع سعر المشتقات النفطية أحد أهم أسباب تعليق الدراسة. وأضاف بأن ارتفاع درجة الحرارة في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء في القاعات الدراسية حال دون أي حلول من الجهات المختصة تعيق العملية التعليمية. وبحسب الموقع، فإن البيان دعا قيادة الجامعة وعمادة الكلية إلى التحرك الجاد لوضع الحلول المناسبة لتحسين بيئة التعليم داخل الكلية. وأضاف بأن البيان طالب الجامعة بتوفير الاحتياجات اللازمة للمعامل لرفع مستوى الاستفادة مع توافر شروط الأمن والسلامة للطلاب داخل المعامل. أما عربياً، فقد تناول موقع الشرق الأوسط معلومات تفيد بارتفاع أسعار اللحوم بسبب فرض الحوثيين جبايات على جميع المواشي. وأشار الموقع إلى عزوف غالبية اليمنيين عن شراء الأضاحي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق الحوثيين. وبحسب الموقع، فقد فرضت ميليشيا الحوثي 1000 ريال على كل رأس غنم و5000 على كل رأس من الثيران. وأضاف بأن المواطنين يتحدثون بأن اللحوم متوفرة لدى عناصر وقيادات الحوثي، وما يشغل اليمنيين هو توفير أساسيات الحياة للبقاء.
ويشير الموقع إلى أن سعر رأس الغنم الصغير الحجم بلغ 100,000 ريال، وهذا يساوي سابقاً راتب معلم لمدة شهرين. وأضاف بأن تقارير دولية أكدت على أن نصف السكان أصبح عاجزاً عن توفير الاحتياجات الأساسية للحياة بسبب استمرار الحرب التي أشعلها الحوثيون. أما دولياً فقد تحدثت وكالة بلومبرغ الأمريكية المتخصصة بالاقتصاد عن تأثير انفجار سفينة صافر على الاقتصاد العالمي، وأشار الموقع لأن التسرب النفطي للسفينة صافر سيعطل طريق التجارة العالمية الحيوية. وبحسب الموقع فإن تسرب أكثر من 1,000,000 برميل من النفط الخام إلى البحر الأحمر سيعرض الشحن الدولي للخطر ويضاعف من خطر الأزمة عالمياً. وقالت بلومبرغ إن الضرر الذي ستسببه صافر سيكون أكبر بكثير من التكاليف الاقتصادية التي فرضها تسرب إيفر جيفن في مارس 2021. وأوضح الموقع بأن الخسائر الاقتصادية الناجمة حال حدوث تسرب نفطي تفوق بكثير كلفة تنظيف البحر المقدرة ب 20 مليار دولار، وأضاف أن على المجتمع الدولي وكل الأطراف المتضررة التحرك لإنقاذ السفينة قبل وقوع الكارثة وتضاعف الكلفة. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكاريكاتير، إلى اللقاء.